حزبيا دائما، قال رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن جرينا إن الراحل المجاهد الفريق أحمد قايد صالح جنب الجزائر معضلة الفراغ الدستوري بدعوته إلى تطبيق المادة 102 من الدستور. بن جرينا أكد خلال تأبينية نظمتها الحركة بولاية سطيف أن فقيد الجزائر رافق الحركة طيلة 10 أشهر دون إراقة الدماء. بكل بلديات فحافظ على كل تجمعات الحركة، عندنا عديد من التجمعات في قسنطينة، في غليزان، في سطيف وغيرها من الولايات، حولناها إلى تأبينية لهذا الرجل الرمز الذي يرمز إلى جيل الثورة، يرمز إلى رمز سليل جيش التحرير، يرمز إلى المؤسسة العسكرية ومختلف قوى الأمن، لنذكر جميع الجزائريين والجزائر بخصال هذا الرجل الذي أدم عليه في الثورة وأدم عليه تجاه فلسطين وأدم عليه في حماية الحراك ومرافقته وحماية سيادة هذا الوطن عن طريق الحل الدستوري.